السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم عن يعني حاجة مهمة جدا في موضوع الثوم، واحنا خصوصا يعني ان احنا في موسم جني وحصاد الثوم. بتكلم عن معلومة طبعا ملاش علاقة بالتجفيف، يعني الثوم هنا كان متشرش، معمول زي نظام شرش يعني، او متحزم، او معمول نظام شويات كده بخيط وتعليق، يعني ان الثوم دوت بقاله دخله في اكتر من 20 او 30 يوم في الشمس. القرش بتاعه يعني نحس ان هو اتحرق من الشمس، بقى لونه لون القش. فطبعا دوت التخزين او التجفيف الجامد في الشمس دوت بيقلل لي العمر بتاع الثوم بتاعنا، ويخلي الثوم ما يجيبش اخر العام بسبب التجفيف الجامد دهوت. فاحنا بنقول يا جماعه التجفيف زي ما عرضت في فيديو سابق بتاع تجفيف البصل، بنعمل حزم او بنعمل البصل او الثوم بتاعنا نظام شويات، وبنحطه على السطح او في الارض او في اي مكان عشان يتعرض للشمس وللرطوبة، ويتم التقليب لمدة من 7 ل10 ايام علشان الراس بتاعتنا. ليه بنقول من 7 ل10 ايام؟ علشان ما تفقدش كل الطراوة وتجف زيادة عن اللزوم، فنيجي اخر العام نلاقي التوم بتاعنا باظ فرغ، وما عادش الفصوص ما فيش فيها توم، باظ فرغ، ونلاقي التوم بتاعنا او البصل برضو زرع بسبب ان احنا عرضناه فترة طويلة في الشمس. فلذلك كفاية من اسبوع ل10 ايام، وبعد كده نحطه في بلكونة للناس اللي هي بتحاول بتحافظ على الراس، وفي ناس طبعا بتخزنه في الفريزر او بتخزنه مع زنجبيل، او في ناس بتخزنه في الزيت في برطمانات. ولكن انا بتكلم في ازاي نحافظ على الثوم بتاعنا، لان في فئه كبيره جدا بتحافظ على الثوم في صوره ان هو يكون في شرش، او في الصوره الطبيعيه بتاعته ديت اللي قدام حضراتكم. فطبعا الثوم طبعا بدا من السنه دي اسعاره تكون في تزايد وغالي جدا، فعشان كده يعني بحثت وقرات في المعلومتين اللي ذكرتهم في حضراتكم، وقت التجفيف والتقليب، وما نسيبهوش كتير في الشمس علشان ما يفرغش ويبوظ ويزرع مننا اخر السنه. طبعا حابب يحطه في البلكونه، اللي حابب يقص المجموع الخضري او الجزء اللي فوق دهوت يقصه، حابب يخزنه باي شكل يخزنه، ولكن ما نقعدوش فتره كبيره جدا في الشمس علشان يكمل معانا لاخر العام ويجيب العام القادم ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، متابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي. شكرا لحضراتكم.